السلام عليكم، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله أنا هكون مع حضراتكم في سلسلة من الفيديوهات هنتكلم فيها على حالات التسمم الأكثر شيوعا اللي ممكن تقابلنا في البيوت، أو حتى كمان هيبقى في معلومات تفيد المتخصصين في مجال الطوارئ إزاي أتعامل مع بعض حالات التسمم اللي ممكن تقابلهم في وحدات الطوارئ. الفيديوهات دي إن شاء الله مش الهدف منها إطلاقا التشخيص ولا العلاج، لأن ده طبعا على حسب أخلاقيات الطبية ده شيء غير مقبول، لكن الهدف من الفيديوهات دي إن احنا ندي رسالة توعية ونصح وإرشاد وتوجيه. والنصح والإرشاد والتوجيه وخصوصا في حالات التسمم في غاية الأهمية. إن شاء الله أنا هكون معاكم، أنا الدكتور أحمد الشاطوري، أنا دكتوراه في السموم الإكلينيكية ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة. طبعا التعرض لحالة تسمم وخصوصا في البيت وخصوصا لو كان طفل، ده بيكون شيء مزعج جدا 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 للأهل ومصدر قلق وتوتر. طيب نعمل إيه؟ إيه التصرف الأمثل في حاجة زي كده؟ ودايما ده سؤال أنا بتسأله، هل في خطوات معينة أو إسعافات أولية معينة اسطمبة ثابتة كده حالة التسمم لو حصلت إن إحنا نتبعها؟ طبعا الإجابة لا، مفيش حاجة اسمها كده. ليه؟ لأن كل دواء بيتاخد أو كل منتج، سواء كان مثلا دواء موجود في البيت أو حاجة من الحاجات بتاعة المنظفات الموجودة في البيت أو حتى حالة تسمم غذائي، كل حاجة من الحاجات دي بيبقى ليها تصرف خاص بيها. وبالتالي انا صعب اقول لك والله انت لازم تعمل واحد اتنين تلاته اربعه في اي حاله تسمم. مش بس كده، لا ده كمان يعني اذا معنى كده ان كل ماده بتختلف عن التانيه، لا مش بس كده، الماده الواحده كمان دي في واحد مثلا ما عندوش مشاكل صحيه بتختلف عن واحد عنده مشاكل صحيه، كذلك نفس الماده دي في الاطفال غير في الكبار. وبالتالي علشان انا ادي لحضرتك قاعدة عامة للتصرف في حالة التسمم خصوصا لو حصلت الحالات دي في البيت بيكون طبعا صعب جدا. لكن زي ما قلت لحضراتكم، واحنا هدفنا من سلسلة الفيديوهات دي زي ما قلت لحضراتكم النصح والإرشاد والتوجيه والتوعية، وزي ما احنا عارفين في حاجات ممكن اقول لك اعملها، وبرضو في حاجات في غاية الأهمية ممكن اقول لك لا بلاش تعملها لأن دي مصدر خطورة. الموضوع بتاعنا النهاردة اللي احنا عايزين نتكلم عنه هي حاجة احنا كلنا بنعرفها وبنسمع عنها ومشهورة جدا، ودي من الحاجات اللي غاية في الخطورة اللي لازم ان احنا نبعد عنها وما نعملهاش. ممنوع ممنوع ممنوع. ايه القصة بتاعت الحاجة اللي احنا المفروض ما نعملهاش دي؟ هي المية والملح. دايما لو حصلت اي حاله تسمم في البيت، ودي من المفاهيم المغلوطه والخاطئه واللي المفروض ان احنا نعرف ونقول ان ديت من الحاجات اللي لازم ما تتعملش اطلاقا، خلاص هقوم جايب كوبايه ميه وحط فيها كميه ملح كبيره ودوب وشرب شرب الولد كميه الملح دي على اساس ان هو ايه يرجع ويخرج الماده اللي اخدها. طبعا الموضوع ده خطر ليه يا جماعه؟ اولا مش مثلا ماده زي ماده الكلور مثلا، دي لو الماده دي ماده بتعمل صوبه للاغشيه المبطنه للمريء والمعده، وبالتالي انا لو اخذتها طفل اخذها او بلعها هتعمل له اصابه وهتاثر على المريء والمعده. تخيل بقى ان انا اخليه يرجعها تاني، يبقى انا زي ما نزلت كده من فوق لتحت ارجع تاني اطلع من المعده للمريء وابدا كان انا بعمل الاصابه دبل. مش بس كده، كمان ماده مثلا زي الفلور دي، المادة دي لو دخلت وتم الطفل رجع وبعدين رجع التاني دخلت في المجرى الهوائي في الرئة، فده هيعمل له التهاب رئوي، فدي حاجة في غاية الخطورة. يبقى إذا مش كل مادة تصلح إنها تتعامل معاها بهذه الطريقة، علما أصلا إن التعامل بالملح الطعام المركز في المية ده ممنوع نهائيا ممنوع نهائيا. وده لسبب مهم جدا، نسبة كبيرة من الصوديوم اللي هتبقى موجودة في المية دي بيمتص، وده بيرفع نسبة الصوديوم في الدم عند الطفل، وبالتالي ده هيعمل له مشاكل كبيرة جدا. ممكن الطفل يكون أخذ مادة ما بتعملش أي مشكلة، لكن أنا أعمل له ارتفاع في نسبة الصوديوم في الدم بيعمل له مشاكل خطيرة جدا، بتأثر على الجهاز العصبي، بتعمل له مشاكل كبيرة، ممكن في بعض الأحيان تترتب عليها الوفاة، علما إن هو المادة اللي أخذها ممكن ما تكونش فيها أي مشكلة خالص. أنا طبعا كنت حريص إن أنا في الفيديو ده
والفيديو ده بتاريخ 19 يوليو 2020، ان انا اتكلم بلغه سهله وبسيطه، لان برضو الهدف ان زي ما الفيديو هيوصل للمتخصصين عايزه برضو يوصل لاهلنا الموجودين في البيوت، على اساس ان احنا نستفيد اكبر استفاده ممكنه من المعلومات البسيطه اللي ان شاء الله هتبقى متتاليه في الفيديوهات القادمه. ان شاء الله الفيديو القادم هكلمكم على ماده موجوده في البيوت واسمها كده في حد ذاته يخوف، وممكن بمنتهى البساطه والسهوله الطفل يبلعها. طب هل الماده دي بقى خطر ولا فيها ولا ما فيش فيها مشكله؟ طب اتعامل معاها ازاي؟ طب اقلق ولا ما اقلقش؟ الكلام ده كله هنعرفه في الفيديو القادم ان شاء الله. اتمنى من حضراتكم تكونوا استفدتوا من المعلومه البسيطه دي. ممنوع يا جماعه الميه والملح المركز، وان احنا ندخل الطفل في عشان يرجع ويتخلص من الماده دي. اصلا احنا كمان عندنا في المجال التخصص بتاعنا السموم الاكلينيكيه كانوا بيستعملوا زمان قوي ماده اسمها السيرب اوف ايبيكاك الايبيكيكوانا، والماده دي اساسا عشان كانوا بيعملوا فيها يعني يخلوا البلع ماده يرجعها، ده خلاص اتشالت خالص بقت من التاريخ، وبالتالي حتى الماده دي اتشالت. ما بالك بقى ان انا بديله محلول ملح مركز هيعمل له مشاكل كتيره جدا جدا جدا. وبالتالي يا جماعه بلاش، بليز لو سمحتم ارجوكم، الكونسبت ده او المفهوم ده لازم نتخلص منه. ممنوع منعا باتا نعمل ان احنا نحط ميه وملح مركزه ونشربها لطفل او حتى حد كبير في السن، على اساس ان هو يخرج الماده ويرجع الماده اللي هو خدها دي، لان مشاكلها كبيره وخطيره جدا. اتمنى بس تكونوا طلعتوا بالمعلومه دي، وان شاء الله اتمنى من حضراتكم اللي استفاد من المعلومه يحاول يشير الفيديو وينشره على اكبر نطاق ممكن، علشان تعم الفايده والجميع يستفيد. وان شاء الله القاكم في الفيديو القادم على الماده اللي اسمها يخوف، اللي احنا ان شاء الله هنعرف عنها معلومات كويسه وكيفيه التعامل معاها، نقلق ولا ما نقلقش، نتصرف ازاي. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.